وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حاتم دياب، مدرس تخطيط عمراني بجامعة القاهرة. دكتور، كيف تتحقق التنمية المستدامة بالتخطيط العمراني السليم؟ أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا في البداية مصر بتشهد طفرة كبيرة جدا في التنمية المستدامة وفي إنشاء المدن الجديدة، وده يمكن ظاهر جدا في مدن الجيل الاول والثاني والثالث ودلوقتي مدن الجيل الرابع اللي تفضل سياده الرئيس بافتتاحها. يمكن احنا عندنا المدن دي بتهدف ان احنا نخلق بيئه مستدامه عن طريق المرافق، عن طريق المباني نفسها، الاحتياجات كلها اللي بتخدم المواطن بنقدر نواكب بيها المعايير العالميه اللي موجوده. احنا النهارده بنخلق مدينه او بننشئ مدينه جديده عشان تحد من الزحف العمراني وبتحد من النمو السكاني الكبير جدا، بنخلق بيئه مختلفه عن طريق ان احنا نوجد لها الامثله اللي يقدر المواطن يعيش فيها بشكل كويس. نقدر ان احنا نقول اعاده استخدام الريسورسز او الموارد اللي موجوده بشكل كبير، يعني احنا عندنا شبكات المياه والمرافق والمناطق الخضراء والزراعات لازم تكون منظومه متكامله عشان نقدر كمان نحد من التلوث ونقدر ان احنا نوفر بيئه مختلفه للمواطن المصري. نعم، كيف تتحقق المعايير العالميه المختلفه في الداخل المصري؟ 30 مدينه ذكيه او من مدن الجيل الرابع هو الهدف المصري في الوصول اليها. طيب، تحقيق اي معايير موجوده في اي مشروع بتتم الاول بالدراسه الجيده جدا اللي تمت في خلال فترات من استشاريين وخبراء اعتمدت عليهم الدوله في ان هم يقدروا يدرسوا الحاله المصريه ويقدروا يدرسوا التجارب الموجوده عالميا، ونقدر احنا نستخلص منها المعايير اللي موجوده عشان نقدر نطبقها في المجالات المختلفه الكتيره. يعني عند حضرتك مثلا في مجال الاسكان لازم يكون المباني السكنيه المتوفره مواكبه للبيئه وتحافظ على البيئه اللي موجوده دي، ونقدر احنا نخليها صالحه لاستخدام المواطن بشكل احدث وبشكل يواكب كل التطورات الموجوده في العالم، وكذلك المرافق وكذلك عشان نقدر نحافظ على الموارد اللي موجوده بتاعتنا. فبالتالي في مؤشرات انمائيه عالميه موجوده في الاجندات الدوليه للتنميه، احنا بنقدر نستفيد منها ومن خبرات الدول ونقدر ان احنا نعمل تمصير للتجربه دي بناء على احتياجاتنا واحتياجات الموجوده للمواطن المصري. نعم، ماذا عن العنصر البشري ومدى ملائمه هذه البيئه وهذا التخطيط العمراني له والاحتياجاته؟ طبعا يمكن انا لسه قايل لحضرتك احنا بنمصر التجربه دي عشان في الاخر هو الهدف من القيمه ان احنا ننشئ تجمع جديد هي خدمه الانسان. فبالتالي كل المعايير دي بتهدف لخدمه الانسان، وبالتالي ان احنا نشوف المعايير اللي موجوده عالميا واحنا بتخدمنا ايه، وبنقدر ان احنا نطور من الشخصيه المصريه بيها ونقدر ان احنا نخليها دايما متواجده معاه. يعني بالتالي احنا بنشوف استخدامات كانت سيئه مثلا في تجمعات سكنيه او المواطن بيتناولها بشكل مختلف شويه، مع توفير المعايير الحديثه دي مره في مره فنبدا ان احنا يتدرب عليها ان هو يقدر ان هو يتواكب معاها، فبالتالي احنا بنحقق تنميه بشريه وتنميه عمرانيه ومجتمعيه. وفي الداخل ما بين محافظه واخرى هل يتم مراعاه الظروف البيئيه ما بين وجه بحري ووجه قبلي؟ طبعا، يعني هو السمات البشريه بتختلف من محافظه والطباع بتختلف من محافظه والتقاليد بتختلف من محافظه لاخرى، فبالتالي كل مجتمع يعني التجمعات اللي موجوده على الساحل ليهم طباع وليهم انشطه اقتصاديه وليهم استخدامات وليهم طبيعه حياه حتى في توجيه المباني وشبكه الشوارع من قديم الازل، ليها حاجات بيئيه لازم نراعيها، ليها استخدامات الناس متعوده ان هي تشوفها في حياتها اليوميه لازم نراعيها. فبالتالي احنا بنقدر نفرق ده عن ده عن ده عشان نقدر نحقق طبيعه، زي ما احنا قلنا احنا بنمصر التجربه العالميه اللي موجوده عشان نقدر نلبي احتياجاتنا. جوه المحافظات احنا بنقدر نوائم لكل محافظه حسب هويه السكان وتعدادهم واحتياجاتهم ووظائفهم وما الى ذلك. نعم، الى اي مدى يكون التخطيط العمراني السليم عامل جاذب للاستثمار سواء الداخلي او الخارجي؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا هنبدا من مثال بسيط من شبكه الطرق. شبكه الطرق اللي احنا بنستخدمها دي لو شبكه الطرق ممهده هتدي فرصه وبيئه كويسه ان انا اقدر انتقل من الاستعمالات المختلفه داخل المدينه. فبالتالي لو انا وفرت شبكات مرافق كويسه ان يقدر المواطن او يقدر المستثمر او يقدر اللي عنده اي شغل او اي حاجه موجوده جوه المدينه ان هو يتحرك باريحيه، اقدر اوفر التنقل، اقدر اوفر الاحتياجات الاساسيه للاستثمار من توزيع جيد للاستعمالات بتاعه الاراضي اللي موجوده، يعني الانشطه السكنيه في مكانها ومراعينها بيئيا ومراعينها مجتمعيا، الانشطه الصناعيه في مكانها، الفرص والاحتياجات الاستثماريه والتنقل ما بين المحافظات وداخل المحافظه نفسها وداخل التجمع السكني تكون متوفره، بالتالي هيبقى في بيئه استثماريه جيده جدا ان التوجيه العمراني موجه ان هو كمان يخدم الاقتصاد
ده شيء كويس وده معيار مهم جدا من المعايير الدوليه اللي موجوده اللي اكيد الدوله بتهتم بيها واللي حطاها في معاييرها، ويمكن شبكه الطرق والتطوير بتاعها اللي موجود الايام دي، التجمعات الجديده اللي موجوده، استحداث المناطق الخضراء والفرص الاستثماريه اللي موجوده في الايام دي، استحداث المدن الذكيه واستخدام الخامات كمان والمواد اللي هي ملائمه للبيئه. نعم. فالدوله المصريه بتحاول ان هي توفر كل المعايير اللي موجوده كمان عالميا وتواكب ظاهره المناخ وتواكب التطورات الاقتصاديه في موضوع واحد. نعم، كل مكان حسب احتياجاته حتى في نظم التهوية والإضاءة طبعا المستخدمة، وأيضا في العنصر البشري بنشاطاته المختلفة الاقتصادية بداخله. تمام. لكن أيضا دعني أتحدث، عندما نقول تخطيط عمراني بنضع أيضا التنمية الحضرية بمفهومها الشامل سواء على المستوى البشري أو مستوى المباني والحجر كما يقال. إلى أي مدى نجحت مصر في خطن لمعدلات إنجاز غير مسبوقة لمشروعات تتحدث بمدن الجيل الرابع، وأيضا تهدف إلى التوسع فيها فيما هو قادم، وما هو المأمول في هذا المجال تحديدا؟ خليني أقول لحضرتك إن إحنا دايما كان عندنا مشكلتين رئيسيتين في مصر في التجمعات السكنية في مصر. هو ان مصر دايما كانت مرتبطه بالوادي الضيق هو نهر النيل، وكانت التجمعات السكنيه كلها موجوده على نهر النيل، فبالتالي ده عمل عندنا مشكله كبيره وهي مشكله المناطق الغير مخططه او المناطق العشوائيه. فبالتالي لما الدوله حطت معايير لمدن جديده بدات تتطور للجيل الاخير او الجيل الرابع، ان هو احنا نقول ان المدن الجديده دي هتحل مشكله العشوائيات، ودي فعلا الدوله حققت او وصلت ان هي تقضي على ظاهره العشوائيات بمشروعات الاسمرات ومشروعات غيرها كتير في المحافظات المختلفه. تاني نقطه ان هي تطور المناطق الغير مخططه، لان مصر بس ما كانش فيها عشوائيات بس، كان فيها مناطق غير مخططه. نعم. تالت حاجه ان احنا بقى نبدا نحقق طفره في المجتمعات، ان هي تكون مجتمعات ذكيه تواكب البيئه العالميه. يعني احنا اشتغلنا على ثلاث مراحل، المرحله الاولانيه هو القضاء على العشوائيات، المرحله الثانيه تطوير المناطق اللي هي قابله للسكن وهي غير مخططه عشان تصبح اكثر تخطيطا، ثالثا انتقال بقى لمدن جديده. فالتحول بيبقى خطوة خطوة، واعتقد ان الدولة شغالة بكامل طاقتها في كل الخطوات دي، وناجحة الى حد ما ان احنا نقدر نوصل في وقت قريب جدا ان احنا يبقى عندنا مشكلة واتحلت وبقى في تطور سريع جدا ونواكب العالمية باذن الله. نعم، هل التخطيط العمراني السليم يكون له مردودات وانعكاسات على الحياة من النواحي النفسية والمجتمعية؟ طبعا، يعني يمكن في دراسات كتيره حول العالم، يعني حضرتك بنقلل او بنحافظ على البيئه مثلا بالتخطيط العمراني الجاي، بنوفر الموارد من طاقه وكهرباء بالتخطيط العمراني الجاي، يمكن بنحافظ على صحه الانسان، في تجارب عالميه قالت ان صحه الانسان مرتبطه بتوفير فراغات عامه كويسه، فبالتالي عشان يقدر يمارس فيها رياضه، وده يظهر ان المجتمعات اللي موجوده حول العالم اللي فيها عشوائيه تظهر فيها الجرائم والعنف بتاع الاطفال اكتر. الاماكن اللي فيها اتاحيه للاطفال ان هي تلعب كفراغات بيبقى نفسيتهم سويه بشكل اكبر، فبالتالي ده بينعكس بشكل ما او اخر ان العمران زي ما قلت لحضرتك في الاول، العمران والمدن الجديده هي بتخطط من اجل الانسان، فبالتالي انا اقدر ان انا اقوم الانسان او احافظ على صحته او انميه اقتصاديا ونفسيا ومجتمعيا من خلال توفير تجمعات سكنيه افضل. نعم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تكريم عدد من النماذج في نجاحاتهم سواء في المجال العلمي أو الثقافي أو الفني، لكن دعني أتحدث تحديدا عن المجال العلمي والبحث العلمي في مصر بشكل عام، وأهمية البحث العلمي في تطبيقاته في الداخل المصري وداخل المجتمع المصري. تمام، هو البحث العلمي زي ما انا ذكرت لحضرتك هو شيء مهم جدا، واحنا كمتخصصين او دارسين او اعضاء هيئه التدريس في الجامعات المصريه. نعم. يمكن الموضوع ببساطه بيتلخص في ان دايما احنا كنا بندرس حالات وتجارب في المجتمع المصري وبنحاول ان احنا نشوف المردود ليها او التجارب العالميه عملت ايه. فبالتالي كنا بنخلص من التجارب العالميه دي ان احنا بنقدر نغير من حاله المجتمع وفي اي مجال او اي نشاط ان هي تخدم الانسان. فبالتالي حضرتك احنا النهارده لما نكون عاملين بحث يخص العمران او دراسات تخص العمران واعتمدنا فيها على البحث العلمي، فاكيد المردود هيكون طيب جدا وهيكون فيها نتائج بحثيه كويسه جدا بتطبق على الواقع لاول مره. يعني احنا بنتكلم في فترات كبيره جدا كنا بنعمل ابحاث نظريه موجوده، لكن ان هي تطبق على الارض في الفتره الحاليه ده شيء كويس جدا، لان في الاخر بنلاقي المردود اللي احنا كنا بنلاقيه مجرد ابحاث علميه فقط. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حاتم دياب، مدرس التخطيط العمراني بجامعة القاهرة.